نسهروا في رمضان شحال ديال الساعات خصنا نكونوا كنعسوا يوميا؟ الوغ اللي اساسي اميمه ماشي غير شحال من ساعه، وقت النوم هذا هو اللي اساسي. حيت الا كان نعس مع 4 الصباح وفاق مع 12 تيقول لك انا نعس 8 السوايع، فهذاك النوم ماشي هو النوم السليم والمتكامل، سكون ابل لو سومي ريكوبيراتور، لو سومي اسونسييل. فالنوم فوقاش خصو يكون؟ هذه معروفه علميا، خصو يكون ما بين 11 الليل حتى 7 الصباح هو احسن نوم، او لا بغيتي من 12 الليل في رمضان حتى 7 ونص 8 الصباح، هذا ما فهم احسن من 11 للسبعة. ف 8 سوايع ديال النوم هما اساسيين. طبعا كاين شي ناس اللي تيقضوا ينعسوا غير 6 سوايع او 5 سوايع ونص او 7 سوايع وتيكونوا على صحه جيده، ولكن كاين بزاف الناس اللي ما تينعسوش بواحد الكيفيه اللي خصها تكون، وتيكون اثر على الصحه ديالهم، لا 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 الصحه النفسيه ولا الصحه البدنيه. ف سوايع ولكن في واحد الوقت متعين.